جاهزية التشكيلة القبائلية في التربص التحضيري التي تجريه بإيفيان الفرنسية، يواصل الفريق تحضيراته واستعداداته للموسم الجديد بالتنويع بين الجانبين التقني والبدني في حصة سهرة يوم الأحد. وبعد قيام اللاعبين بعملية الإحماء، شرع المدرب هوغو بريوس ومساعده زميتي في تمارين بواسطة الكرة، وركز ثنائي على التموقع بإجراء مباراة مصغرة بين المدافعين والمهاجمين، ودامت ما يقارب نصف ساعة، فيما تمثلت المرحلة الثالثة ببرمجة مباراة تطبيقية للتعود على التموقع الجيد. مدافع الفريق جمال بن العمري كان سيء الحظ وتعرض لإصابة في الكاحل، لم يتمكن على إثرها من العودة لإكمال المباراة، وغادر وهو متأثر بآثار الإصابة. طبيب الفريق رغم ذلك أكد أن إصابة اللاعب خفيفة ولا تدعو للقلق، كما سجلت الحصة عودة مكاوي إلى التدريبات بعد معاقبته من الإدارة والطاقم الفني نتيجة سوء التفاهم الذي حصل بينه وبين اللاعب ريال. من هذه الأرضية الجميلة التابعة لمركب عين الدراهم استأنف فريق أمل الأربعاء تحضيراته بعدما وصل صبيحة اليوم إلى مركب عين الدراهم. فريق أمل الأربعاء يدخل الموسم الجديد وكله عزم على تكرار سيناريو الموسم الفارط لما فاجأ الجميع وأنهى البطولة في الموسم الخامس. إشارة انطلاق موسم جمعية الخروب أعطيت من خلال الشروع في تحضيرات الكتيبة الحمراء عشية أمس الأول بغابة البعراوية التي اختارها المدرب الشيحة كمنطقة لبداية عمله مع الفريق. عدد اللاعبين الذين حضروا أول حصة بلغ 13 لاعبا فقط، في حين أكدت البقية أنها ستلتحق تباعا بتحضيرات الجمعية. من جهة أخرى، المناجير العام عبد الحق مهديوي كان أكد أن الفريق لم ينهي بعد عملية الاستقدامات، فيما أشار اللاعب المغترب الشلخ أنه سيلتحق بتدريبات الفريق بعد يومين أو ثلاث حسب تأكيدات المناجير مهديوي. وفي سياق منفصل أكد بوخزر أن خزينة الهاوي لم تستفد من الأموال لحد الآن، نافيا كل الإشاعات التي تدور في الوسط الرياضي الخروبي حول قضية رفضه مساعدة الفريق وعرقلته سير الفريق نحو الأمام.